طول على بالي كنت اعمل براند لإلي وحط كل افكاري بشيء حلو. هلا انا بلشت بالاعلان، عملت ماجازين وبتعرف اشتغلت مع كثير سيلبرتيز، مع اميزنج ارتست فوتوغرافرز، كل هدول انسبيريشن. من هون انضم لقب مصمم الازياء الى سلسله وظائف سليمي بعد ما كشف عن تشكيله علامته سليمي ستوديوز الاولى مؤخرا. الالوان في كثير الوان سبيشلي بلوك كولرز، واسمها اصلا الكولكشن ذا بوب ارت، ذا بوب كولكشن، هي مستوحيه انسبايرد باي اندي وورهول فروم ذا بوب ارت ايرا. سكسي كاتس انه بحسهم اكثر كمان للستيج، ستيتمنتس، كل لوك ستيتمنت يعني باللبس. وكل هالتنوع يلي شفناه بالتشكيلة بيرجع إلى رغبة سليمي في أنه تتوفر قطع الأزياء يلي كان عم بيفتش عليها. ليك لما كنت ستايلست وفي قصص ما كنت لاقيها كنت أنا أخلقها، يعني كنت أنا أرسمها، خيطها، زبطها عند ديزاينرز أو عند خياط. خلقت هيدي الكولكشن لكمل اللي بدي إياه كمان، ولا خلي العالم تتعرف على شيء جديد. وكل هالجنون يلي منشوفه بالكولكشن بيتوجه سليمي للسيدات الجريئات، فاشينيستا طبعا اكيد، وانا كمان تارجت تبعي الارتست، بيج ارتست يعني لستيج مثل ما قلت او لريد كاربت، وفيها كمان تكون ناس عادية تلبسها حسب شو المود تبعها، شو عبالها تلبس، فيها نفس الاوتفيت تعمله بلاك، يكون بلاك بدل اذا في ناس ما بتحب الالوان. وما في حدا بجرأة مايا دياب يلي كانت من اول الفنانات يلي ظهروا بتصاميم سليمي، وهيدا من خلال كليب ديالي. شوف الصين بدايح ماق عليا جيل معول وتكلم. عرفنا سليمي من خلال اعداد مجلته سليمي الى جانب عمله كستايلست لعدد من النجمات مثل مايا دياب ويارا وتارا عماد الى جانب دليدا خليل. فهل سيتنازل عن الستايلينج من اجل تصميم الازياء؟ ديزاينر، ستايلست، ارت دايركتور، كله بكفي بعضه. ما انا ما بحب التايتلز. الانسان اللي قادر يخلق ويوصل فكره حلوه في يعمل كل شيء.